هم العذارى اللي المصابيح بتاعتهم منورة، الكل معاهم مصابيح، بس في ناس معاها مصابيح مش منورة بسبب ان ما فيهاش زيت، وفي ناس معاها المصابيح منقدة او منيرة. اللي دخل هم اللي منورين. طبعا دي رمز للحياة الأبدية والسعادة الأبدية اللي منتظر المؤمنين. مين له النصيب السماوي اللي هيبقى منور؟ اشمعنى النور؟ اشمعنى النور بالذات الإنجيل بيركز عليه؟ هيا احنا نقول على العذراء ام النور الايه، ام النور الايه، ها اسمها ايه، نعظمك يا ايه ام النور الحقيقي. نقول مع بعض، نعظمك يا ام النور الحقيقي. يبقى النور هم دول اللي ليهم المجد، وهم دول اللي فيهم نور. طبعا العذراء ام النور الحقيقي عظيمة جدا، ولما ظهرت عندنا في الزيتون ظهرت نور، كان نور يجي معاها نور فجأة، يبقى في نور كده، وكتشها تبان شكلها ان فيها نور مضيئة ونجوم معاها. يعني ايه النور بالذات؟ اشمعنى النور؟ اصل النور يعبر عن ربنا اللي هو القداسة كلها والطهارة كلها، والظلمة تعبر عن مين؟ عن الشر بعد عنكم والشيطان. شفتوا حد بيرسم الشيطان منور؟ ها؟ ولا بنرسمه ازاي؟ يرسموا الشيطان ايه؟ مظلم بعيد عنكم، مظلم. فاذا النور هو الله. وش معنى ربنا اسمه النور الحقيقي؟ ليه كلمة الحقيقي دي؟ ها؟ ايه رأيكم؟ ليه اسمه النور الحقيقي؟ الله اسمه النور الايه؟ الحقيقي. اش معنى الحقيقي؟ ليه نقول على ربنا النور الحقيقي؟ يقول كده في انجيل يوحنا، لما يقول ان كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان في العالم، اتيا العالم، في العالم كان والعالم في كون ولم نعرفه، انه اضاء الظلمه، والظلمه لم جه عشان الظلمه، عشان يضيء للناس اللي في الظلمه، او الظلمه والظلمه لم تدركه. يبقى ليه هو النور الحقيقي؟ عشان ما فيش بعده نور. هو مصدر كل نور، هو مصدر كل قداسة، هو مصدر كل طهارة، هو مصدر كل محبة، هو مصدر كل فضائل. فهو النور الحقيقي. امال احنا بناخد النور ازاي؟ هو يضئنا وينورنا بنوره. عشان كده الزيت دوت يرمز لعمل ربنا فينا. طبعا الانسان لازم يعمل هو كمان مع الله، ان يقبل النور، يقبل نعمة ربنا ويقبل للنور. اللي عايز يبقى نور لازم يقبل للايه؟ للنور. النور، نور الشمس يجي على القمر ينور القمر. طب والناحيه التانيه اللي ما عليهاش الشمس، اللي الشمس مش منوره، تبقى ضلمه. هكذا اللي يجي عليه النور هيبقى نور، اللي يقرب من النور هيبقى نور، وبعد عنكم اللي هيبعد عن النور هيبقى ظلمة. موسى النبي طلع فوق الجبل، جبل سينا، وقعد مع ربنا 40 يوم. نزل شكله ايه؟ نزل شكله منور، وشه منور. عشان كده احنا اسمنا ابناء النور. ليه بقى؟ عشان بنقرب من النور وبنستنير، وعشان خدنا المعمودية اللي فيها خدنا الحياة الجديدة، وعشان كل مادة بنقرب من ربنا فيضيء ظلمتنا. لو فينا حاجة وحشة يطهرنا منها كل ما نقرب منه. عشان كده في كواكب اسمها كواكب النور. ايه كواكب النور دي؟ كواكب الملائكة، كواكب نورانية. وايضا البشر لما هنبقى ربنا هنبقى ايه؟ نبقى زي الكواكب. والحينئذ يضيء، هيضيء الايه؟ الابرار، هيضيئهم كايه؟ كالكواكب في ملكوت ابيهم. عشان كده احنا بنسال النهارده، احنا نور ولا ظلمه؟ لا، انتوا كنتوا ظلمه وبقيتوا نور. بجد بجد كلنا لو حد ماشي بقى في حاجات وحشه يبقى ايه؟ قولوا لي هيبقى ايه؟ اقدر اقول عليه نور وهو ماشي في كراهيه؟ اقدر اقول عليه نور وحد ماشي في عدم طهاره؟ لا، ده ظلمه طبعا، ده ظلمه طبعا. عشان كده في النهاية خالص هيبقى في ظلمة اسمها الظلمة الخارجية. ايه الظلمة الخارجية دي؟ اللي فيها الأشرار، القتلة والزناة، واللي بيكرهوا بعض،
واللي بعيد عنكم يعملوا الدنس، واللي بيمكر واللي بيلفوا يدوروا، والشتمون والحلفون والكاذبون، كل دول هيبقوا في فين؟ بعيد عنكم في الظلمة الخارجية في البحيرة المتقدة بالنار والنور بالنار والكبريت، لأنهم بقوا ظلمة ظلمة بقوا ظلمة. نحن أولاد النور مفروض ننور ونبقى منيرين نحن أيضا، لأننا أبناء النور كأبناء للنور. وده اللي قاله النهاردة الإنجيل في البولس اللي اتقرأ، يقول سيروا إذن كأولاد النور. سيروا إذن كأولاد إيه؟ أولاد النور. يعني إيه سيروا؟ يعني مشوا في الدنيا دي واسلكوا زي أولاد النور، زي أولاد ربنا. بجد أنا بلف ودور بقول ما الناس كلها بتعمل كده، يبقى مش ابن للنور. أنا بعمل حاجة مش حلوة، أنا يبقى مش ابن للنور. سيروا إذن، سيروا إذن كأولاد النور، لأن ثمر النور في إيه بقى؟ النور ده في إيه بقى؟ في كل صلاح، في كل وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند ربنا، اللي يرضي ربنا. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها. موقفك إيه لما تقعد في ظلمة؟ موقفك ايه لما تقعدي في مجلس نميمة؟ موقفك ايه لما تقعد في مكان فيه كلام بذيء وكلام وحش وفيه حاجات وحشة، ايحاءات وحشة، الناس بتفتخر بيها عملت وسويت وخليت، هل بتبقى مبسوط؟ موقفك ايه لما بتقعدي في مجلس نميمة؟ بتبقي متضايقة متضلمة وحاسة انك مش مبسوط، مش مبسوط انا في الضلمة، انا عايز النور لان انا ابن النور. يقول وبالحري وبخوها، حتى لو ما قدرتش توبخ الناس وتقول لهم انتوا وحشين، مش اشكال، على الاقل جواك ارفضها واطلع من المكان ده، اهرب، اخرج، اخرجي من مجلس النميمة، اخرج من المعاملات الوحشة اللي فيها مجاملات مش حلوة. ساعات يبقى في معاملات كده نجامل بعض بيها، اعمل غلط عشان ابقى زيهم، عشان ما يقولوش عليا ان انا اقل منهم، عشان يحبوني. لا، اخرج من المكان ده، مكان الضلمة. انت ابن للنور فخليك كابن للنور، ما تشاركهمش، لا تشتركوا في اعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها. على الاقل توبخها جوه نفسك، على الاقل توبخها. لو قدرت توبخها مع ابنك او بنتك او اخوك او صديقك اللي بتحبه اللي يقبل منك، حلو قوي. تقول له لا يا فلان الطريقه دي مش حلوه يا فلان، انا مش هشترك في الموضوع ده خالص، انا مش قادر على الكلام ده، ما بحبش الكلام ده. صدقوني في ولاد لربنا لما الناس بتشوفهم كده بعد شويه هم بيحترموهم لانه هم كده. فاكر احد الاعمال كان يقعدوا يتكلموا نكت بذيئه وكلام وحش وكلام فيه ايحاءات وحشه، وكان في واحد من ضمن هو ايه ما يشاركهمش، شويه في شويه شويه قالوا فلان دوت ما بيحبش الكلام ده، بلاش نقول الكلام ده عشان ما نزعلكش زي بعضه، مش هنقوله عشان ما نزعلك، احترموه. ليه؟ لانه سيرته وسلوك الإنسان، سيرة الإنسان وسلوكه بتخليه الناس يفرض شخصيته إن ده هو الصح. النور مقبول من الناس لما يلاقوا الناس النور واضح وباين. يقول ما فيش سراج يتحط تحت المكيال. يعني تحت المكيال؟ يعني تحت المكيال يعني يبقى كده مش باين. لا، ده ولاد ربنا باينين، أمانتهم باينة، حتى لو الناس بتكرههم بس ما يجي موقف فيه أمانة يقولوا تعالى يا فلان انت أمين امسك المكان ده، او يا فلان ايه رأيك نعمل ايه في كذا، اصل مخلص، هو مخلص، فعارفينه ان ده مخلص. في احد المجندين حكى حكاية، الحكاية دي انه لما راح الايه الوحدة بتاعته في الجيش بتاعه لقاهم كلهم بيكذبوا، كل بيزوغ، الكل ما ايه ما بي ايه ما بيجيش كل الايام، ومسكوا صاحبنا الجديد قالوا تعالى ان هوت لما يجي القائد يسال يقول لك فين فلان، تقول له ده راح الحمام في دورة المي، وفلان فين، تقول له ده فلان راح مش عارف في ايه شغلانه ماموريه فين، وفلان فين راح فين، وانت تقول له ايه انا الوحدي اللي موجود دلوقتي النهارده. هم كام؟ هم سته.
الخمسة راحوا فين؟ كل واحد راح في حتة. وتقول لهم كده، فقال لهم لا انا ما اقدرش اكذب. قال لهم يعني ايه ما تقدرش تكذب؟ طبعا استهزأوا بيه، كلموه كلام مش ايه مش حلو، يعني نقعد لك واحد مخصوص يكذب لك ولا ايه؟ انت فاكر نفسك ايه؟ كلام زي كده. وبعدين عدت ايام، ولما كانوا يتخانقوا مع بعض يقولوا له تعالى يا فلان احكم بينا، انت ما بتكذبش، ما يتحطش تحت المكيال، يتحط فوق الايه؟ فوق المنارة. تلف الايام ويجي الناس تعرف انك ابن ربنا وتحطك فوق المنارة، والنور هو اللي يبقى له قيمة والضلمة ملهاش قيمة. النور خلي بالكم الجميل دوت، ربنا عايزنا نور مش عايزنا ظلمة، لان النور جميل. يقولوا النور حلو للعينين، النور حلو للايه؟ آية في سفر الجامعة، النور حلو حلو يستذاق. الناس لما بتشوف النور محتاجة للنور، الناس محتاجة للنور فعلا، محتاجة الواحد محب وبيسامح بسهولة في الشغل. لما حد يقول له معلش يا فلان ما تزعلش منه، له خلاص، يقول حاضر خلاص اللي فات مات بسهولة كده، بسهولة، ما المسيح بتاعي سامحني كده. يوم الناس تلاقي في الإنسان المحب تلاقي شفاء لنفسها، مش الواحد يقول له أبدا لما يكون إيه ده غلط فيا مرة من 5 6 سنين مش عارف. خلاص يا حبيبي، محب، إنسان محب، إنسانة محبة في البيت تعرف تسامح جوزها وولادها، يعرف ينسى، يعرف ينسى. ساعات يجي حد يقول أنا ابني قال عليا كذا وانا مش مستحمل او مش مستحملة انه قال لي كذا ووصفني بالوصف دوت وكده اهني وكده، ده ابنك يا حبيبي، ما كنتش انت هتسامحه؟ امال مين يسامحه؟ مش خلاص يا اخي الموقف خلص واعتذر لك او اترضيتوا مع بعض، تفضل فاكر في الموضوع وكرامتي كرامتي كرامتي. انت بتتعذب وانت بتدي مثل وحش جدا عن المسيح. فين المسيح بتاعك اللي انت بتحبه؟ أذكر إحدى الكنائس برة، وكانت في حرب في الوقت دوت، حرب العراق وحاجات زي كده وبتاع، وكان في ناس كده مش حلوين، مش مسيحيين بجد، كانوا فرحانين بإيه ده، ده موتوا كام وده موت كام وده موت كام. فبنت صغيرة من إين؟ من بنات الناس اللي في الكنيسة دول، سألتنا شوف يا ابونا بيتكلموا ازاي ما معنا، ايه رأيك يا ابونا؟ قلت لها لا طبعا المحبة، حتى لو الناس دول كانوا عملوا فينا ايه لكن المحبة تقولنا. قلت لي ايوه يا ابونا انت رأيك صح، هم غلط، بابايا مع صاحبه بيتكلموا الكلام اللي ايه اللي فيه عدم محبة، ده مش صح خالص. بنت صغيرة بريئة لقت النور، النور حلو للعينين، النور حلو للعينين. فالإنسان يستمتع بالنور. تخيلوا الدنيا ديت مظلمة، مظلمة، مش شايفين لا الشجر الحلو ولا شايفين بعض ولا بنتعارفين نتعامل ولا 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 ولا. العالم ده ازاي ماشي من غير النور؟ لازم نور في العالم. المسيح جابنا أنتم نور العالم. الفضائل بتاعتكم، الله في السفر في العهد القديم خلى رئيس الكهنة هارون يلبس على الصدرة بتاعته، صدرة، الصدرة دي عبارة عن قطعة من القماش عليها أحجار كريمة، والأحجار الكريمة دي كانت بتمثل مين؟ تمثل أصباط بني إسرائيل. وكل حجر كريم له قيمة كبيرة قوي، لأن الأحجار الكريمة دي لها رموز. في حجر يرمز للصفاء والسلام، في حجر يرمز للحب، في حجر يرمز للتضحية. فأحجار كريمة، أحجار كريمة، الأحجار الكريمة دي الله عايزنا كأحجار كريمة. وفي سفر الرؤيا بيحكي إن أورشليم الجديدة اللي هي هنبقى فيها، يقول إيه؟ يحكي يقول وصارت على أورشليم الجديدة، يقول عليها، يقول في رؤية 21 يقول ان اساسات المدينة من احجار كريمة، والمدينة من يشب
سور المدينة من يشب. يشب ده اللي هو اتقال على ربنا ان هو ايه، ان هو من الاحجار الكريمة اللي شافوها، شافها موسى النبي لما طلع فوق الجبل. فاليشب دي احجار كريمة، فاذا الفضائل اللي فيك واللي فيكي هي دي الاحجار الكريمة اللي تنور، اللي بتنور، اللي بتنور فيك حاجات حلوة وفيك من المسيح ولا لا. أبقى للمسيح إزاي؟ إحنا قلنا أقرب من المسيح له المجد، أقترب إليه، أقبله. كلمة ربنا دي سراج منير تخلي الإنسان ينور، كلمة ربنا اللي تنورك. عشان كده موسى النبي بيتكلم في إن إزاي معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل كورنثوس أصحاح 3 على الموضوع ده، وبيقول إزاي إن موسى لما نزل كان وجهه منير جدا لدرجة، بس للأسف بقى بني إسرائيل ما كانوش قادرين يشوفوا النور بتاعه، فقالوا له حط برقه على وجهك، مش قادرين يشوفوا النور ليه؟ أصل هم ظلمة وهم ظلام، عارفين اللي قعد في الظلمة كتير لما يجي النور ينور يقول لك طفي النور مش قادر على النور، لانه قعد في الضلمه ايه كتير، قعد في الضلمه كتير، فمش طايق الضلمه، يقول لك النور هيعمي عينيا. هم عملوا كده مع موسى النبي، قالوا له حط برقع على وجهك. لكن موسى النبي كان بولس الرسول في رسالته لكورنثوس الثانيه يكمل ويقول لكن انتم بتشوفوا الرب بوجه مكشوف. يعني ايه بوجه مكشوف؟ يعني لما قربتوا من ربنا، ربنا اداكوا نعمة جواكوا ان انتوا تعرفوه وتحبوه وتحبوا الفضائل والقداسة والطهارة وتحبوا ده كله، قربتوا منه وخدتوا عليه وبقيتوا ولاده. قربت منه بجد ولا لا؟ تقرأ انجيلك؟ لو قريت الانجيل والانجيل دخل جواك هينورك. لو ابتديت تصلي وتقول له رب انا عايز ابقى نور زيك، هينورك المسيح. ولا انت بعيد عن ربنا؟ لو انت بعيد هتلاقي نفسك ما تطقش النور، وتلاقي نفسك تتضايق من النور، تتضايق من كل حاجة عن النور. ساعات ناس نقول لهم صلي شوية، يقول لك هصلي، هصلي قد ايه؟ طيب طب ما هو اصلي ارتجالي حلو، طب هصلي قد ايه ارتجالي؟ دقيقتين ثلاثة. طب ما تصلي بالاشبيع 10 دقائق. لا ما 10 دقائق كتير. طب بعدين؟ طب تعال احضر فيلم في التلفزيون او موضوع نحكي لك عليه. احضر. هتاخد ساعتين او ساعتين ونص، ماشي. طب اشمعنى دي ودي لا؟ يبقى تعرف من هنا ان انت ايه، لسه عينيك مش متعودة عن النور. لما تقعد في النور كتير عينيك هتاخد عن النور وهتحب النور، وتقدر تقول النور حلو للعينين، النور حلو للايه؟ للعينين. يا ريت نبقى في دايرة النور ونقعد في النور. اسمع كلمة ربنا، اسمع سير القديسين، اقف صلي لربنا، قرب من ربنا، جرب انك تعيش في النور، جرب انك تحب مرة وتعطي مرة، هتلاقي مغبوط هو العطاء اكثر منين؟ من الاخذ، وهتحب العطاء. جرب انك تسامح مرة وشوف انت ضعيف ولا قوي، هتلاقي نفسك لما بتسامح هتلاقي نفسك قوي مش ضعيف، وهتفرح انك سامحت قصاد ما انت كنت ممكن تدمر الدنيا. يا ناس بتدمر الدنيا على كلمة ولا على حاجة، لكن لما تيجي انت تسامح وتفوت الموقف وبحكمة بعد شوية تتفاهم، هتلاقي نفسك فرحان جدا، تقول الحمد لله كنت ممكن اتربقها. ياما أسر منفصلة عن بعض بسبب كلام بسيط جدا جدا جدا، لأن هم اتمسكوا بكبريائهم، كل واحد اتمسك بذاته. وياما أسر ناس يقول أنا احتملت وصبرت، الحمد لله بنيت بيتي، حفظت ولادي، حفظت أحبائي، في السماء أنا عارف إن ليا إيه أجر، لأني تزكيت، هيتزكى في السماء. اوعى تفكر ان انت وانت بتسعى في سكة النور ان انت ضعيف، ابدا، ده خداع من الشيطان. عشان كده ماشي في سكة النور، سيروا في النور ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. يعني ايه يدرككم الظلام؟ يعني لو ما مشيتش في النور بعد شوية هتبقى ظلمة والظلام هيسيطر عليك ويسيطر عليكي. يصعب عليا ناس تيجي
تحكي انه مش قادر يطلع من الافكار الوحشة، مش قادر يطلع من الشرور، الشيطان قاعد له حتى على فراش الموت كأنه بعد عنكم بيخنقه، يقول له فاكر انت عملت كذا وكذا، وجيب له الافكار الوحشة، عايز يتوب لكن مش قادر يتوب لانه عاش حياة انغمس في حياة وحشة جدا وملحقش يقدم توبة ولا لحق انه هو يدوق النور. ايه رأيك والواحد طالع من الارض ديت لما يفتكر مشاعر حلوة ويفتكر المسيح بيحبه والملائكة القديسين واللي تشفع بيهم قد ايه يبقى فرحان، والعكس لما الشيطان يعايره ويقول له انت عملت كذا وعملت كذا وما قدمتش توبة عن كذا، ويفكروا بالمشاعر النجسة والشريرة والكراهية اللي عملها، يخنقه يخليه يبقى مخنوق. نحن محتاجين للنور لكيما نحتمي فيه من الظلمة، محتاجين للنور عشان نحتمي في النور من الظلمة، لئلا يدرككم الظلام. سيروا في النور ما دام لكم النور. النور معانا في الارض هنا، لسه معانا التوبة، لسه معانا ان احنا نستمتع بربنا المحب ونستمتع باعمال النور الحلوة، الصلاح والمحبة والطهارة والقداسة، استمتاع. صدقوني النور حلو للعينين، النور حلو للعينين، النور حلو للعينين، استمتع بالنور، ابعد عن الضلمة، حب ربنا، اعمل لك عمر جميل. اسامي حلوة كانت بتتقال زمان، يسموا واحد اسمه منير او منيرة، دلوقتي الناس مش عاجبها، عايزة اسامي اجنبية بس ناس، لكن الاسم اللي له معنى دلوقتي مش مقبول من الناس، منير او منيرة. انت منير، انت ابن لله، انت ابن للنور، انت بنت للنور. سيروا في النور ما دام لكم النور لئلا يدرككم ايه الظلام. لو جه الظلام هيشل الانسان، تقولي بجد الظلام يشل الانسان؟ اه طبعا. الظلام المادي ممكن ناس اخوات لينا عندهم التجربة دي لكن عايشين ويقدروا يشوفوا بقلوبهم وبذكائهم، يقدروا يبقى لهم ذكاء اكتر من المبصرين بعنيهم ويقدروا يميزوا كويس جدا. لكن الظلام الروحي بعد عنكم لما ابليس بيتحكم، هذا الظلام بعد عنكم يبقى شلل. من ضمن الضربات العشر كان في ضربة اسمها ضربة الظلام. ضربة الظلام دي لما تقروا في سفر الحكمة، روح دوروا على ضربة الظلام في سفر الحكمة، هو بيتكلم على هذه الضربة كم كانت قاسية، مش قادرين يقوموا من مكانهم لأن الظلام دامس جدا جدا، وفي نفس الوقت خوف جواهم من المجهول وتعب من المجهول. ما بعد عنكم اللي عامل عاملة واللي حاسس انه عايش في الضلمة، خايف احسن يجيله حد فجأة زي قايين كده ينتقم منه ولا يقتص منه، مرعوب في الضلمة رعب. فإذا سيروا في النور ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. ربنا يدينا كلنا نبقى ايه؟ ابناء ايه؟ ابناء النور. اقول لكم الايه اللي بتاعت البولس تاني يقولها هو، سيروا اذا كاولاد النور لان ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند ايه؟ عند الرب. ده في افسس 5، يا ريت نرجع افسس 5 ايه 8، نرجع الاصحاح ده نقرا النهارده، نرجع الأصحاح ونقرأ ونتأمل فيه. سيروا إذن كأولاد النور لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين. أغنيته خنوم اسميني اسهو بكبيو بيوي بيوي كاطا بفران ني من راتي انت بخريستوس ار بريس في فينيري اغونو تشوس ان بترنتي سيو تو كوس ماريا سموفين بن صوتي تفكان النوفي ناني فور ار بريس في فينيري اغون تشيليت انت بخريستوس ماريا تي مجدالين انت فكان النوفي ناني فور افز مرود جيفيوت نفشيرين ام ببن ما اسوه بتترياسي جي كيفولتن اوشتن مستنتي اونه
إن سوفيس إبروس خومين كيريليسون كيريليسون خنوم اسمي حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاص البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات